معايا ما شاء الله سمكة. السلام عليكم، معاكم احمد شتوت، قناة فيشنج اند هانتنج، تعلم فنون الصيد. النهاردة ان شاء الله هنشتغل كاستنج. هبدأ دلوقتي اشتغل كاستنج، احنا لسه الفجر يعني 6 الصبح 6 الى 5 صباحا. هشتغل كاستنج بس، وهجرب كده شوية رابلات وربنا يسهل ان شاء الله. خليكم معانا، لو مش مشترك في القناة دي فرصتك انك تشترك في القناة، هتلاقي حاجات جديدة هتعجبك ان شاء الله. بسم الله، اول رميه امشيها بالراحه كده واحده واحده. خلينا نشوف الوضع ايه. بتجرب على كذا اكشن وكذا طريقه. حاليا يا دوبك انا ممشيها بس براحتها كده، وبلم بالراحه، معتمد على مشية السمكة الطبيعية، مشية الربلة الطبيعية. كان في خرم ماشي وراها، ودي إشارة كويسة إن هي مشيتها، يعني لفتت نظره يعني. هشتغل بالمارية دي 31 جرام، الظهر أسود والجنب فضي. ديت سينكينج يعني بتغطس. طبعا احنا قلنا الفلوتينج اللي هي بتعوم. في سمكه ضربتها على فكره وفكت، يعني في ضربه ما شاء الله. كمان رميه بقى ان شاء الله المره دي تجيبها. بسم الله، خليني كده على الوش عشان ما تنزلش عند الحجاره تحت. اهي ما شاء الله ماسك كده. فكت يا بنت الله، ده خير ده ولا ايه؟ وهتكون بهدلت لي الليدر. لا يعني في خربوش بسيط في الليدر بس ماشي، يلا هنكمل بيه عادي، يعني خربوش مقبول ما ياثرش على ايه قوه الخيط. هسيبها تغطس سنه، ولو اني كده بجازف لان فينا حجاره، بس يعني هسيبها تغطس سنه كده وانزل بوش القصبة خلاها تحت شوية. ما شاء الله في حاجة ضربتها. المرة دي هرمي واسرع، هسحب بسرعة، هغير اللون، هشتغل بماية، نجربها كده. يا جماعة دايما في الطعوم الصناعية الدراج أهم حاجة. اللون بتاعها الظهر أسود، الجناب فضي، البطن أورنج برتقالي. احنا حاليا بوصل الخيط الليدر، بعمل عليه تيست بإيدي كده مكان الخرمان اللي كان خربشه، لقيته اتقطع. الرابطه دي موجوده يا جماعه على القناه، توصل نايلون بنايلون، موجود عندكم الفيديو بتاع الرباطات، موجود فيه الكلام ده كله، نايلون بنايلون. ورابطه سهله جدا وقويه، متاخدش منك ثواني يعني في رابطه. كل الرباطات دي موجودة على القناة، هتلاقي قائمة تشغيل فيها الرباطات، فيها كل فيديوهات الرباطات اللي ايه اللي احنا عاملينها مجمعة يعني. رد هنا
ايه حكايه الخرمان دي اللي طالع يجري وراها ده؟ الشغلانه هيبقى وصل الدنيا. اشتغل بالزجاجه دي. ده كده يا جماعه بتشتغل جيجنج من الشاطئ اسمه شور جيجنج. الناس اللي بتسال يعني ايه الجيجنج، انت بتشتغل بايه؟ بزجاجه حديد، يعني الطعم الصناعي بتاعك حديد، انما الكاستنج بتشتغل بحاجه سوفت بيت اللي هي يعني بتشتغل بحاجه بلاستيك او رابر او حاجات زي كده، مطاط او حاجات من دي. طبعا متغير الاكشن برضو، تسحب بطيء سريع، تسيبها تنزل الارض كده يعني. معايا ما شاء الله سمكة، مسك معايا حاجة. خرم برضو يخرب بيت سنينك، تعالى مش هسيبك بقى، تعال. طبعا ده الخرمان ابن لذينه، خلي بالكم من اسنانه يعني. مسكها برضه اهو. عضيته وحشة قوي يا جماعة، خلي بالكم. ده تدوس عليه هو حد يقول لي حرام، ها؟ دوس عليه وانت يعني مرتاح الضمير. سلكت الزجاجة بتاعتي اهي. اللي ما جاش ناحية الليدر خالص. ويستحسن تخبطه سكينة في دماغه ولا حاجة. ما تسيبوش كده عشان ما يبهدلكش الدنيا. يا جدعان سمكة زي دي ما تسيبهاش صاحية خالص، هتبهدل لك الدنيا. وخبطتها انا فتحت لي صبعي كام مرة، مش مرة واحدة، فيعني كفاية كده خالص يعني. هنكمل نكمل بنفس الزجاجة دي. بسم الله. طبعا سمكه زي الخرمان ديت انا ما بديهاش مجال. ليه؟ اما بتلف بتبهدل لي الليدر كله، اضطر اغيره كله تاني او ممكن تقطعه. فالاحسن تريح دماغك كده وتشيلها من الاول. فالاحسن تريح دماغك وتجرجرها على طول، ترميها بره يعني. طبعا لو عدتك مناسبه لحجم السمكه يعني. هنرجع تاني لأول واحدة بدأنا بيها. الرابلة ديت صيني 15 ريال، موجودة عندي منها حوالي تقريبا 7 ألوان، كمية بسيطة يعني. وزنها 13 جرام، الطول 11 سنتي، وفيها بلي داخلي. مشيتها جميلة في المية، وخدت بيها سمك يعني. مشيتها حلوة وألوانها جميلة ما شاء الله. حاجة ضربتها وفك، طب خليها ماشية بالراحة كده. ها تاني، يلا وهيكون خرم برضه، وهيكون خرمان برضه. يلا يا عم، ايه الموضوع؟ مفيش بياض ولا ايه؟
فيش بياض؟ انت ما شفتهمش دخلوا؟ بس هي تهالي ما يتأخرش عن كده صح؟ ما شاء الله ايه دي؟ لا 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 سجان. عمال انادي عليك يا عم، اخبارك ايه؟ شايف يا عم السجان بالرملة مش اي حد. طبعا السجان داخل عليها اهو، ده انا معرفش داخل عليها ليه، انا مش فاهم. وخلي بالكم طبعا من السجان يا جدعان، والشوكة بتاعته نار يا حبيبي نار. هنسلكها بالراحة كده. السيجان او الصافي او البطاطا. يا مدير انت اكل سمك؟ اكل سمك؟ شيل شيل عزيزي، بس خلي بالك سنان قوي. ها شيل كبير سيب صغير دي. انت اكله سيب، خلي دي خلي صغير، خلي خليها فيها شوك، فيها شوك قوي، خلي شيل دي بس. ايوه اكل. ها اكل ما في ارمي ولا كده. لا لا ما ايوه. والله يا جماعه لو كل واحد ايه السمك اللي بيطلع وانت عندك منه كتير او ما لكش رغبه فيه او كده اديته لحد بيحبه، يعني ناس كتير بتحب انواع كتير من الاسماك انت ما بتفضلهاش يعني، فخلاص لو اديتها لحد استفاد بيها. يعني في ناس تقول لك لا رجع السمكه الميه ده ما انت مش عايزها. طب معلش يعني انا ارجعها الميه ولا اديها لواحد بيحبها وهياكلها؟ انه الافضل، انا بالنسبه لي الافضل ان انا اديها له. اولا هيبقى مبسوط ويفرح بيها، ياكلها هيشبع، يعني ممكن توفر له وجبه. ما تعرفش ظروف كل واحد ايه. سمكه زي ديت عامل او كده بيبقى مبسوط بها جدا، من العمال اللي بيبقوا موجودين في الاماكن اللي احنا بنصطاد فيها بيبقى دخله قليل جدا ووضعه صعب اصعب. يعني احنا اكبر مشاكلنا بالنسبه له يعني خلاص، يعني الراجل لو داخل له دخل 500 ريال ولا بتاع بيبقى مبسوط بيه. فطبعا ده بالنسبه لنا ما بيبقاش ينفع اصلا، يعني لو واحد من المقيمين دخله مثلا 2000 ريال يشحت ما ولا ياكل ولا يشرب. العمال دولك انا شفت رواتب 500 ريال 500 ريال يعني انا ما اعرفش بياكل ويشرب ازاي. فطبعا بيبقى الموضوع صعب عليه، فلما تدي له سمكه زي دي بينبسط بيها جدا، يعني يمكن هيعزم على اصحابه كمان، وربنا يرزقنا بالاكبر منها والاحسن منها. الموضوع ده بس يا جماعه يعني احنا الحاجات ديت لما بننشرها في فيديو او تظهر في فيديو ديت من باب بس ايه انك تسن سنه حسنه، يعني ايه الناس لما تشوف حاجه زي ديت ممكن تقلدك فيها. يعني في ناس بيتفرجوا علينا بيحبونا وبيتعلموا مننا، فلما بتعمل حاجه زي دي قدامه يعني بتنميها فيه. لو هو طفل صغير او حد لسه داخل الصيد جديد بتنميها فيه. لو هو بدا يصطاد على انواع سمك هو مش عايزها طلعها مره والتانية وخلاص، بدا ايه خلاص بقى ما انا عندي من النوع ده كتير ودقته وخلاص وكلته كتير، فيبدا خلاص يبدا يديها للناس اللي محتاجاها. اخر تجربه هجرب الدو ديت،
ونوقف الفيديو بتاعنا على كده. اليوم سمك زعلان فعلا والله، النهارده السمك زعلان مفيش. في اوقات هتكلم معاكم في موضوع الكاستنج ده هقول لكم على تفاصيل كامله، وفي اوقات يعني مش هقدر اقول لكم التفاصيل، يعني مش هقدر اقول لك اهي ما شاء الله اهي واحده كمان خير مان برضه على يا ابن اللذينه، اوعى تاخدها. استنى يا مدير، مدير يلا حبه كمان يا شيت. والله الراجل رزقه واسع. استني بس الله يهديك، هي كلفتت نفسها وبهدلت الدنيا. تعالي كده ابعد عن ايدي. النهارده هنقعد نشتغل على الخرمان تقريبا. يلا يا جماعه مع السمكه ديت هقول لكم كده السلام عليكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتتابعونا، هيوصلكم حاجات جديدة ان شاء الله. الفيديو ده نعتبر ان هو توصيل رسالة معينة، ان انت السمكة اللي مش محتاجها غيرك محتاجها ممكن تديها له، ويبقى انت كده كسبت يعني ثواب ان انت خليت حد يعني ده السمك ده، وخلي نيتك خير بس. يلا السلام عليكم. شيل يا مدير شيل، يلا خلي هنا. ايوه اوكي ما في مشكلة، في تاني انا ركب جنبنا. مبسوط خالص وخد السمكة الأولى طلعها بره عنها وشغال مكمل شغل عادي خالص، وبيقول لي يعني لو في سمكة تانية ركب يعني حطها جنبك هنا وانا هاجي اخدها منك يعني. فربنا يصلح الحال. كده احنا خلصنا صيد النهارده. السلام عليكم.